تمهيد في أخلاق العرب قبل الإسلام. كانت أخلاق العرب قد ساءت وأولعوا بالخمر والقمار، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطريق على القوافل والعصبية والظلم وسفك الدماء والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال وأكل مال اليتامى والتعامل بالربا. وليس معنى هذا أنهم كانوا كلهم على هذه الأخلاق الذميمة، بل قد كان فيهم كثيرون لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يسفكون الدماء ولا يظلمون ويتحرجون من أكل أموال اليتامى ويتنزهون عن التعامل بالربا.